أخي العزيز طغرل، كما هو واضح لك من كلماتي، فرسالتي هذه ليست موجهة للسلطان طغرل، بل هي لأخي الحبيب ابن أمي وأبي طغرل. أعتقد يا أخي أن عدم الإفصاح عن اسم ولي عهد عرشك هو أفضل خيار حالياً، ريثما تستقر أركان دولتنا التي نسعى جاهدين لإنشائها على أسس متينة، وهذا في مصلحة الجميع. فتفضل بقبول المشورة من أخيك الأكبر. استدعاء مولانا السلطان لي لا لألبي أرسلان، وتأجيل الإعلان عن ولي العهد إشارتان تشيان بالخير. مع أن الجميع تصرف وكأنه هو المرشح الوحيد، ولم يبقى إلا إعلان اسمه. من تصرف بهذا الشكل؟ أمك، أبوك، وكل القبيلة، حتى أنت أيضاً. لكني ومنذ قدومي إلى هذه القبيلة أدركت شيئاً مهماً لم يشاركني في إدراكه إلا جلالة السلطان. وما هو؟ هو أنك الوحيد الذي سيجلس على عرش الدولة، أنك ولي العهد، عقل راجح وسيف حاد وقلب نبي، صفات لا يملكها أحد غيرك. كان هذا واضحا منذ البداية. أتأذن لي ملك سليمان؟ ادخل. سيدنا جغري يطلب منك تسليم هذه الرسالة لجلالة السلطان، ويقول أنها مهمة. هذه علامة أخرى يا سليمان، تدل على أن عرشك في القصر وليس في القبيلة. زليخة، لن تفارقا خيالي، سأشتاق إليكما. دعك منا وفكر كيف ستنتصر وتعود سالما. إن تأخرت في العودة وولد طفلنا وكان صبيا، سمه ألب أرسلان، علّه يتكنى باسمه ويصبح فارساً قوياً. بإذن الله ستعود منتصراً، وستكون أول من يسمعه التكبير ويردد اسمه، ولا أرجو سوى أن ينتهي هذا الفراق بأسرع وقت. العشاق لا يفترقون يا زوجتي الحبيبة، وأنا أينما ذهبت سيرافقني قلبك وستنوير عيناك لي الدرب. لقد نسيت، أريد أن أعطيك شيئاً. صنعته من أجل طفلنا، فكما أنا أحمل ابننا فستحمل أنت سواره في رحلتك، وحين تعود سالماً تلبسه السوار بنفسك. لتكن سيوفكم قاطعة وخيولكم كما الرياح، وليرشدكم في حربكم قلب سيدنا علي وبأس سيدنا حمزة وقوة سيدنا عمر، وليكن الحق هو معينكم. آمين. ليكن النصر حليفكم. غزوة مباركة بإذن الله. غزوة مباركة يا سليمان، اذهب بالسلامة
وعد منتصرا بحفظ الله. سلمك الله يا أخي. رافقتك السلامة يا أخي. سأودعك الآن وحدي، لكن سنستقبلك سويا بإذن الله. السوار في أمانتي وأنت في أمانة الله.